مرحوم. مالك يوم إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط. فين يا شيخ؟ خير فين؟ 56 قوله ولما فرغ من الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. وصلى الله وسلم على البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية لسيدنا الإمام أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بعلومه وعلوم الشيخ السرقسطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند الكلام على خطاب الوضع. كان الكلام قبل ذلك في تعريف أو في بيان الحكم الشرعي، والحكم الشرعي كما كنا في تعريفه من قبل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسله، أي وكطلب الإيمان بالله تعالى وطلب الإيمان بالرسل، وكقواعد الإسلام الخمس. فهذا الطلب الذي فيها طلب جازم. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم، يعني لا على جهة الجزم، لأنه لو كان على جهة الجزم لكان إيجاب أو لكان واجبا، كصلاة الفجر ونحوها. فطلب صلاة الفجر أي ركعتي الفجر ونحو ذلك، يعني كصلاة أربع ركعات قبل الظهر وصلاة ركعتين بعد المغرب وغير ذلك من المندوبات أو السنن أو النوافل. فالطلب فيها إنما هو طلب غير جازم، يعني لا على جهة الجزم. والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما. فالتحريم فيه طلب ولكنه ليس طلب فعل، وإنما طلب ترك أو طلب كف كما عبر الشيخ، لم يقل ترك وإنما قال كف. فما الفرق بين الكف وبين الترك؟ فمثلا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا. إيه الفرق بين الكف وبين الترك؟ يا شيخ طلحة، مش كده؟ إيه الفرق؟ الصوت مش مسموع، لا أسمع الصوت. ها، من يفرق بين طلب الإيه
بين الترك وبين الايه؟ وبين الكف. لما اقول لك كف، بخلاف اذا قلت لك ايه؟ اترك. ايه الفرق؟ لماذا السكوت او الصمت؟ الا تسمعون؟ فاذا سمعتم فاجيبوا ولا تكفوا عن الاجابه. ولا اقول لا تترك، لا، ليسوا سواء من اهل الكتاب. يبقى اذا وصفت بالترك، يعني مثلا اترك عباده الاخ او انا تارك لها، فليس معنى الترك هو الكف، لانه الترك قد يترك، او هناك امور كثيره متروكه لأن الإنسان لا يعرفها أو لم يألفها، فهو تارك لها دون أن يفكر فيها. لكن إذا ما حاول الفعل وكف، أي منع نفسه، فهذا يقال له كف. ولذلك هم شرعوا في إيه؟ في القتال، فقيل لهم كفوا أيديكم. إنما إذا لم يفكروا فيه أصلا فهذا يسمى ترك. يعني أنت مثلا تارك لعبادة غير الله، ولا يقال أنك تكف عنها، لأنك أصلا لم تفكر فيها أصلا، فأنت خالي الذهن عنها. أما إذا زين كذا قلت أكف، يعني معناها كأنك تهم أو تفكر أو تنوي، ولكن ايه؟ تمنع نفسك، فهذا ايه؟ الكف. يعني في ايه؟ شيء من العزم ثم ايه؟ تكف. لما اقول لك ايه؟ كف عني ايه؟ اذاك، لانك ايه؟ يقع منك الايذاء، فاقول لك كف، كف عن هذا. ولذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ايه؟ لسيدنا معاذ كف، كف ايه؟ لسانه. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. يبقى معنى الكف يعني معناها في شروع في الفعل أو في فعل، ولكن يطلب منك الكف، يعني الامتناع وعدم الايه؟ المواصلة. بخلاف الترك، فليس كل شيء متروك أنت كاف عنه، ولكن كل شيء تكف عنه يبقى ايه؟ متروك. فهمتوا الفرق؟ ولذلك ايه؟ طلب الكف عن طلب الكف. مثلا واحد ايه؟ شرع في مقدمات الفاحشه والعياذ بالله، فيقال له كف، يمنع نفسك بسرعه، لكن لا يقال له ايه؟ اترك. طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر، يعني طلب منا ان نكف، لانه ايه؟ كان الصحابة قبل التحريم، أو كان الناس قبل التحريم يشربون الخمر، ولذلك كان تحريم الخمر على إيه؟ على مراحل. لو قيل لهم من أول الأمر كفوا ما استطاعوا. فإذا كان الإنسان ابتلي بمعصية أو بشيء من الخطايا، فيتدرج معه في إيه؟ في الكف عنها. يعني تكون هناك مراحل، لأن النفس ألفت واعتادت. فلو قيل له كف مرة واحدة لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ يعني الأول إيه؟ في أول التحريم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يبقى هنا إيه؟ بيتدرج، حيمتنع عنها عندما يقترب من الصلاة. ثم بعد ذلك جاءت مثلا أو قبلها بحسب التدرج، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. وهذا طريق إلى إيه؟ إلى التدرج في الكف عنها. حتى إيه؟ جاء الإيه؟ الأمر النهائي، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. وطبعا كلمة فاجتنبوه ولم يقل فلا تشربوه، ده أبلغ. في بعض الناس الجهلة أو العلمانيين أو يقول لك لا يوجد دليل على إيه؟
تحريم شرب الخمر. يعني كيف يقال فاجتنبوه وكيف لا ينهى عن شربه؟ ده يريد أن يقول لك ليس الشرب فقط هو الذي يحرم، وإنما كل ما يتصل به، حتى الاقتراب من مجلس فيه إيه؟ شراب أو فيه سكر أو فيه محرم، اجتنبه فاجتنبوه، فهذا أشد في التحريم من إيه؟ فلا تشربوه. كما مثلا في إيه؟ في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، ولم يقل فلا تضربهما، فإذا كان نهى عن الإيه؟ عن الأقل، فمن باب أولى إيه؟ ما هو أكثر من ذلك، كشرب الخمر والزنا وإيه؟ ونحوها. والكراهة طلب الفعل، طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، كالقراءة في، يعني بيجيب لك مثال للمكروه، زي إيه المكروه؟ القراءة في الركوع والسجود مكروهة. ليه؟ القراءة تشرع في القيام، لأن القرآن العظيم كلام الله تعالى، ويجب إيه؟ إعزازه، وإنه لكتاب عزيز، ويجب إيه؟ تعظيمه. فيكره في السجود، لأنه السجود يكون الإنسان وجهه أو جبهته في الأرض، وفي الركوع يكون في محل تذلل وانكسار، وكلام الله تعالى تجل قراءته في تلك الحالة. يعني مش عاوز القرآن يتصل بالإيه؟ بالتراب أو بالأرض، صوتك بالقرآن، لأنه يجب تعظيمه، فينبغي أن يقرأ في حالة القيام، هي أشرف الإيه؟ أشرف الأحوال كده، القيام بين يدي الله. أما السجود ده حالة القرب، واسجد وإيه؟ واقترب. وأما الإباحة فصلها عما قبلها لأنه لا طلب فيها، فجاء بها إيه؟ مفصولة عما قبلها، هي إذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، بمعنى أن الله تعالى أذن لك في إيه؟ في شيء، فيكون فعله وتركه سواء، هذا هو معنى الإيه؟ المباح، لا ترجيح لطرف على آخر. لأنه لو رجح مثلا طرف الجواز على طرف الإيه؟ النهي لكان مستحبا، ولو رجح الآخر لكان مكروها، فكأن المباح ده في منزلة بين المنزلتين، بين الإيه؟ المندوب وبين الإيه؟ الكراهة. يعني فعله وتركه سواء، زي النكاح، النكاح في ذاته، واحد يقول لك ده في احاديث رغبت في النكاح، قل له صحيح، لكن النكاح في ذاته هو مباح، سواء نكحت او لم ايه تنكح، والبيع مثلا، لكن هذا المباح قد يعرض له ما يجعله واجبا، ويعرض له ما يجعله ايه مكروها او حراما. يعني تعرض له الايه الاباحه، تعرض هو في ذاته مباح، تعرض له، يعرض له الوجوب، وتعرض ربما يعرض له الندب، ربما تعرض له الكراهه، وربما يعرض له التحريم، لكن هو في الايه في الاصل ايه مباح. يعني زي المشي ليلا، الاكل والشرب مباح، لكن لو وصلنا الى حاله المخمصه وامتنعت عن الطعام، فيكون هنا الاكل واجب، ليه؟ لحفظ الحياه. اما انسان في حالة شبع ولا يخشى على نفسه إن امتنع عن الطعام والشراب من ضرر، وقدمت له قطعة من الشوكولاتة أو من الحلوى ولم يأكلها، هذا مباح، ليس واجبا عليه أن يأكل وليس واجبا عليه أن يترك. فهمت المباح؟ استوى إيه؟ استوى طرفاه. يبقى إذن النكاح في ذاته مباح، لكن ممكن يكون واجب. ليه؟ إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الإيه؟ في المعصية، وكان عنده الإيه؟ القدرة، وعنده ما يدعوه إلى الزواج، ويستطيع النفقة، ويستطيع السكنة للزوجة،
ويستطيع أن يقوم بأعباء الزوجية ويتحمل المسؤولية وحيتعرض للحرام، فيكون النكاح هنا واجبا. وممكن النكاح يكون مستحب مش واجب، يعني هو ممكن يمنع نفسه، لكن الأولى له أن يعف نفسه وأن يتمتع بما أحل الله، فيكون هنا إيه؟ مندوب. ممكن يكون النكاح مكروه إن خاف من إيه؟ الجور، أو ممكن يكون حرام إن لم يستطع أن يقوم به بأعباء الزوجية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بإيه؟ بالصوم. كالنكاح والبيع، يبقى البيع في ذاته مباح، لكن إذا قد يعرض له ما يجعله حراما. افترضت أنا أردت أن أبيع الجامع الأزهر، هذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر، والذي يشتريه ملعون. بيع المساجد، هل هذا جائز؟ لا، لأنها لله تعالى موقوفة، خرجت حتى من ملك واقفها أو من ملك صاحبها. مرة كان امرأة هارون الرشيد كان في حال المداعبة أو كذا، فأقسم عليها أو حصل بينهما نزاع، فقال لها إيه؟ أنت، هكذا نقل، أنت طالق، إن بت الليلة في مملكتي. ومملكة هارون الرشيد كان إذا رأى سحابة كذا تمطر يقول لها: شرقي أو غربي، تمطري في السند، في الهند، في ماليزيا، ولم تكن أيام في ماليزيا أو أي بلد، فحيثما أمطرت فسوف يأتيني خراجك. يعني معناها استحالة أن تخرج من ملكه، لأنه يعني ملك واسع، لو معها طائرة كان ممكن، إنما في هذا الزمن لم تكن هناك طائرات تقطع المسافات السريعة. فقال لها: إن الليلة هذه بتي، يعني نمت في مملكتي، فأنت طالق. فأحد الفقهاء لما سمع هذا قال له: ممكن تنام في هذه الليلة ولا تكون طالقا، يعني لا تطلق. قال: كيف ذلك؟ قال: تنام في المسجد، فالمسجد ليس في مملكتك، إنما هو في مملكة الله تعالى. خرج من إيه؟ من ملكك. وأن المساجد لله، شوف الفقه واسع، اللي بيفهم. إنما لو واحد مثلا سلفي كان قال له: لا، خلاص حرمت عليك إلى يوم يبعثون. وأما الإباحة فهي إيه؟ إذن إيه؟ ها؟ إذن الشرع في الفعل إيه؟ والترك معا من غير ترجيح، لأحدهما، يعني للفعل على الترك أو للترك على الإيه؟ كالنكاح والبيع مثلا. وأما الوضع اللي احنا وقفنا عليه، من يقرأ؟ اقرأ يا شيخ خير. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. قال الشاعر رحمه الله سبحانه وتعالى: ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخه وتلامذته وعلومكم، آمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ولما فرغ من الكلام على خطاب الطلب والإباحة، شرع في الكلام على خطاب الوضع، فقال: وأما الوضع يعني لهما، أي في الطلب والإباحة، فهو عبارة أي تعبير عن نصب، يعني وضع وجعل الشارع الله تبارك وتعالى ورسوله صادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى. أمارة بفتح الحمزة أي علامة. يبقى لما فرغ من الكلام على خطاب الطلب والإباحة، شرع الآن اللي هو إيه بيسموها الخمسة دي، اللي هي الأحكام التكليفية، اللي هي إيه؟ الطلب فيه كم في الطلب؟ لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو دي مصيبة، الطلب فيه أربعة، كيف يكون خمسة؟
طلب فعل إما جازم وغير جازم هذان اثنان، طلب كف إما جازم أو غير جازم هذان اثنان، من ضرب اثنين في اثنين بأربعة وليس بخمسة، والله الذي لا إله إلا هو إنها أربعة. المباح لا طلب فيه، ده هو إذن الشارع في الفعل والترك معا. يبقى الأحكام التكليفية أربعة ودخل معها الايه المباح فصارت كام؟ خمسة. الآن حينتقل إلى الأحكام الوضعية. إيه معنى الوضع؟ يعني جعل الشارع عليهما أو جعل لهما، يعني للطلب والإباحة. قلنا الطلب فيه كام؟ أربعة، والمباح كام؟ خمسة. فجعل على هذه الخمسة علامة، يعني وضع لها علامة، فلهذا سمي خطاب الوضع. ولذلك قال هو عبارة أي تعبير عن نصب. نصب يعني وضع وجعل الشارع. من هو الشارع؟ الله تبارك وتعالى ورسوله الصادق الأمين. واحد يقول لك ده شرك لأن المشرع واحد، قل يا بني آدم الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، فجعل للرسول طاعة مستقلة. خلاص، لو كانت لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ فقط لم يأتي بالفعل مرة أخرى، لقال أطيعوا الله والرسول من غير تكرير الفعل، بدليل أنه لم يقل مرة ثالثة وأطيعوا أولي الأمر. فمعنى هذا أن طاعة الأمر في حدود ما شرعه الله تعالى ورسوله. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة مستقلة، يعني في غير ما يبلغه عن ربه، يعني له سلطة التشريع. ولذلك قال الشارع الله تبارك وتعالى ورسوله، فالرسول أيضا شارع أو مشرع. فهمتم أو لا؟ والدليل هو معانا في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده بل في آية بتفرد الرسول بس، ها في سورة النور وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، من غير أطيعوا الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته كما تجب طاعة الله تماما بتمام، لكن أولي الأمر لا، الطاعة بتاعتهم مقيدة، يعني نطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. فإن عصوا كما قال سيد أولي الأمر سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. لكن لولي الأمر واحد يسأل سؤال، طب الله تعالى نطيعه في الفرائض مثلا، والرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الناس يظن أن النبي فقط ليس له إلا النوافل أو يعني المندوبات أو السنن، بعض الناس يظن كده، الله تعالى فيما افترض والرسول فيما سنه، أليس كذلك؟ لا، الرسول له أن يفرض أيضا وأن يوجب، لأن هناك مثلا النهي عن نكاح المرأة وعمتها وخالتها، هذا ليس في القرآن. وهناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته أشياء ليست في القرآن، يبقى له أن يحرم وله أن يفرض أو يوجب. واضح ولا مش واضح؟ يعني فقط بعض الناس يظن أن الرسول فقط له السنن فقط أو لا، له أيضا التحريم، يحرم ويحلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب لكن ولي الأمر ماذا يصنع؟
يعني مثلا الواجب، يعني مثلا لو قال لنا مثلا ولي الأمر يعني الحاكم، لو قال لنا صلوا الصبح في جماعة أو أقيموا الصلاة أو أمرنا بالزكاة وأطعناه في ذلك، في الحقيقة الطاعة ليست له وإنما هي لأمر الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر. يبقى إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وحججنا إلى بيت الله وولي الأمر أمرنا بذلك، يبقى أمره هو عبارة عن تذكير أو تأكيد وليس تأسيس، لأن الأمر واجب بإيجاب الله والنهي أيضا ثابت بنهي الله تعالى. يعني إذا مثلا أمر الحاكم مثلا بجلد شارب الخمر، ده خلاص موجود، يبقى الطاعة أو الامتثال هو في الحقيقة لمين؟ ها؟ لله تعالى. ولذلك لما يجي القرآن يقول إيه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، يبقى هنا سيدنا موسى مبلغ لأن الأمر من الله، لم يقل موسى إني آمركم، لكن ورد أن صلى الله عليه وسلم قال آمركم بثلاث، هو وأنهاكم، يعني هو يأمر وإيه؟ وينهى. هذا لمين؟ لله تعالى ولرسوله. طب وولي الأمر إذا كان الأمر واجبا فهو بالإيه؟ بالوجوب المعنى الشرعي، وإذا كان حراما فهو بالتحريم الشرعي، وكذلك إذا كان مندوبا أو إذا كان مكروها. يعني ليس لولي الأمر أن ينشئ، يعني يجعل واجب جديد غير الواجبات اللي هي أوجبها الله ورسوله، وليس له أن يجعل هناك مكروهات جديدة، يعني يطلع لنا قانون فيه قائمة مكروهات جديدة غير اللي كانت قبل الثورة، لا، المكروه هو المكروه سواء كان في ولي أمر وكذلك المندوب. إنما إذا ما هي الدائرة التي يعمل فيها ولي الأمر؟ هي دائرة المباح فقط، يعني له أن يقيد المباح، يعني مثلا نكاح أربع مثنى وثلاثة ورباع، ولي الأمر مثلا رأى من المصلحة أنه يمنع أربعة يخليهم ثلاثة فقط، يقيد ماشي، أو يأمر بتزويج واحدة، ويكون المنع بتزوج أكثر من واحدة ليس حراما، إنما إذا منعه ولي الأمر فيكون ارتكابه حرام. ليه؟ لأن الله هو الذي أمر بطاعة مين؟ ولي الأمر. لكن في إيه؟ في تقييد المباح، كمسألة حظر التجول مثلا، جاء ولي الأمر قال ممنوع الخروج بعد العاشرة مساء، فإذا خرجت فتكون إيه؟ عصيت بمخالفة ولي الأمر. طب وهل ولي الأمر مشرع؟ في المباح يقيد الإيه؟ يقيد المباح. لكن ليس لولي الأمر أن يقول لا تصلوا الجمعة يوم الجمعة إنما تصلوها يوم الثلاثاء، هل له ذلك؟ ولو فعل لأقمنا ثورة ثالثة. يلا. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وأشار بلفظ أمارة إلى أن أحكام الله تعالى ليست تابعة للأسباب والشروط والموانع. يعني هو بيقول أمارة، أمارة يعني علامة، يعني يعرف بها. ليه؟ لأنه الأحكام الإلهية ليست تابعة للأسباب والشروط والموانع. أصل الوضع ده يا إما يكون وضعه الله سببا أو شرطا أو مانعا، فهل الأحكام تابعة للأسباب؟ لا، وإنما السبب ده أو الشرط أو عبارة عن أمار علامة. بل هذه الأمور أمارة على الأحكام اللي هي الأمور دي اللي هي الشرط والسبب وإيه والمانع. خلاص كده؟ إيه تعريف السبب يا مشايخ؟ ها؟ السبب ما تعريفه؟ يلزم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده إيه؟ السبب لذاته. ده والشرط؟ ما يلزم من
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طب والمانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا إيه لذاته. جميل، يلا. بل هذه الأمور أمارة على الأحكام لنعرفها نحن منها لخفائها علينا. يعني هذه أحكام خفية علينا، فلخفائها جعل الله لنا علامة نعرف بها. يعني مثلا أنا لا أعرف متى ينزل الغيث، فجعل الله علامة لما يحصل تلبد وغيوم، وده علامة، علامة أمارة على إنه في إيه مطر حينزل. وجعل الله تعالى مثلا أنا لا أعرف، الله تعالى أوجب علي وقت، أوجب علي صلاة الظهر، فربنا جعل لي علامة أعرف بها إيه وجوب الصلاة اللي هي زوال الإيه الشمس. خلاص كده عمل لي علامة. لولا هذه العلامات كيف نستطيع أن نصلي وأن نصوم؟ أمرنا ربنا بالصيام، طب لازم يكون في علامة متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي الصيام، وإلا لكلفنا ما لا نستطيع، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا إيه، فلا بد من العلامة. وليس شيء منها باعثا لمولانا جل وعلا على حكم من الأحكام كما زعم من أضله الله وختم على قلبه وجعل على عينيه غشاوة وعلى سمعه وقرا. يعني معناها مش الزوال اللي هو خلى أو جعل مولانا تبارك وتعالى يفرض علينا، لا، صلاة الظهر ولا تمام الحول، رب هو اللي جعل الحق يوجب علينا الزكاة، لا. ليس شيء منها يعني من هذه العلامات أو من هذه الأمارات باعثا، يعني أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل، يعني مش العلة في صلاة الظهر هو إيه دخول الوقت، مش علة، ده علامة أمارة. ليه؟ لأن أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل، دي أحكام تعبدية. كما زعم من أضله الله وختم شتمهم، مين دول اللي قالوا كده؟ اللي جعلوا أفعال المولى تعالى أو أحكامه لها علل، العلة الباعثة المعتزلة، فعشان كده قال أضله الله وختم على قلبه وجعل على. هذا الدعاء يعني أولى به من الوهابية من المعتزلة. المعتزلة عندهم عقل بيفكروا شوية، بس عقولهم أضلتهم، أضلهم الله على علم مش على جهل، أما الوهابية أضلهم على جهل. والغريب إنه الفكر ده الوهابي أو الفكر السلفي لا ينتشر إلا مع أمرين، مع الجهل والفقر. تلقاه يبيع مساويك ويجيب ملابس قصيرة ويجيب ريحة عطور أمام أبواب المساجد، وبعد كده يغتني فجأة. الفقر وإيه والجهل، فإذا وجد مجتمع جاهل ينتشر إيه بسرعة. لكن بعض الناس يقول نرى في ناس أغنياء وأثرياء وفي أماكن مثلا في القاهرة أو في غيرها وانتشر فيها الوهابية، ليس فيها فقر لكن فيها جهل، فالجهل وحده يكفي. لكن إذا اجتمع الفقر مع الجهل يعني فقد يعني تمت الطامة. على حكم من تلك الأحكام الخمسة المتقدم ذكرها، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الخمسة اللي تقدمت يعني جعل الله تعالى الأحكام الوضعية أمارات على الأحكام التكليفية، اللي هي المتقدم ذكر، اللي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، كام؟ خد بالك أفعالنا كلنا، يعني الشيخ خيره أو الفقير أو فلان أو الدكتورة رضي الله عنه دكتور مختار
أي فعل يصدر عنك ليس له إلا أحد هذه الأوصاف الخمسة. يعني مثلا إذا الدكتور مثلا حرك يده أو شرب ماء، ما كيف نصف هذا؟ نقول له مباح. إذا قام مثلا لصلاة العشاء هذا إيه؟ واجب. خلاص. إذا مثلا صنع شيئا لا يليق هذا إيه؟ مكروه. إذا قام وصلى ركعتين بعد العشاء هذا مندوب. إذا مثلا يعني شرب خمرا أو معاذ الله أو يعني حفظه الله فهذا حرام. فإذا أفعالنا جميعا تدور إيه؟ ها؟ لا يمكن خروج فعل من أفعالنا عن الخمسة دي. يعني هات لي فعل كده من أفعالك ليس إيه؟ ها؟ ليس واجبا وليس حراما وليس مكروها وليس مندوبا وليس مباحا، هل هذا يوجد؟ لا. أفعالنا احنا جميعا، إنما أفعال الأنبياء نشيل نحذف منها اثنين، المكروه والحرام، فتدور أفعالهم بين ثلاثة اللي هي إيه؟ الواجب والمندوب والمباح. لكن خد بالك المباح في حقهم مندوب، يعني نومهم صلى الله عليه وسلم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، نومهم ده استغراق والقلوب لا تنام. وأفعالهم اللي بنسميها مباحة يتأسى أو يتخذهم أتباعهم قدوة، فيكون فعلنا لهذه الأمور المباحة في حقهم يكون إذا نوينا التأسي تكون هذه الأفعال المباحة مندوبة. إذن ففعل المباح لهم من باب التشريع لأممهم يصير في حكم الإيه؟ المندوب. فتدور أفعالهم على التحقيق بين أمرين الوجوب والندب، حتى المباح بالنسبة لهم إيه؟ مندوب. ده أنت كرجل صالح عادي، النوم مباح أو لا؟ إذا نويت أن تنام قليلا حتى تقوم في الليل لتذكر الله أو تستعين على قراءة العلم أو على المذاكرة في أيام الامتحان، ولا تخافوا سوف نعطيكم أجازة حتى تتمكنوا من المذاكرة، لا أن تناموا. فينبغي إيه؟ أن تنام قلوبكم ولا تنام أعينكم تفتح، عكس الإيه؟ الأنبياء. فأنت استيقظ، السهر في طلب العلم، من طلب الإيه؟ العلا سهر الإيه؟ الليالي. فذاكر العلم، مش تأخذ إجازة من الدرس فتنام فترسب مع الراسبين. خلاص. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى إذن أفعال الأنبياء تدور بين الإيه؟ ها؟ بين اثنين، مش ليس إيه؟ ثلاثة، اللي هو يا إما واجب يا إما إيه؟ مندوب. إنما أفعال غيرهم خمسة. وضع سببا وشرطا ومانعا. ممكن تقرأ كده وضع بالبناء للمجهول، يعني الله تعالى أو الشارع وضع هذه الأحكام الإيه؟ الثلاثة اللي هي السبب والشرط والمانع، وتسمى أحكام وضعية لأنه لا تكليف فيها، لكنها وضعت أمارات. فمثلا وضع السبب خلاص كده، أو وضع هذا الحكم اللي هو الأمارة ده وضع سببا، يعني حالة كونه سبب، في حاجة اسمها سبب، في حاجة اسمها شر، وفي حاجة اسمها مانع. يعني مثلا هناخد الأحكام التكليفية الخمسة، هناخدها واحد واحد. أول واحد منها إيه؟ ها؟ الواجب. فالله تعالى وضع للواجب شرط، ووضع للواجب سبب، ووضع له إيه؟ مانع. هنجيب مثال صلاة الظهر،
واجبة أو لا؟ طيب ما سببها؟ الزوال. إذا أقول لك سببها دخول الوقت، زوال الشمس. إذا زالت الشمس عن كبد السماء وجب الصلاة الإيه؟ فالسبب الزوال. هل إذا زالت الشمس تجب الصلاة؟ قال لك لا تجب، لكن على من توفر فيه الشرط. فمش أي واحد لما تزول الشمس يقوم يصلي، لا. أفرض واحد مجنون، هل يقول صلي؟ حيخرب المسجد وحيشعل النار في المسجد وحيفزع الإمام لا لا. ليه؟ لأنه في شرط ألا يدخل المسجد أو لا يصلي إلا عاقل، فالعقل شرط. طيب امرأة عندما زالت الشمس وجب الصلاة الظهر، ولكنها في حالة حيض، فالحيض مانع، فالله تعالى جعل للواجب سببا، اللي هو زي مثال زي الصلاة، فالسبب هو الزوال والشرط هو العقل. ده مثال، خلي بالك، يعني في شروط أخرى مش العقل فقط، يعني ممكن في البلوغ شرط برضه، والإسلام شرط. ما نقولش واحد زالت الشمس يلا يا جماعة يا مسيحيون صلوا معانا، في شرط خلاص كده. لكن اختلفوا، هل الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ الموضوع المهم هو شرط، خلاص كده. يبقى في سبب على على الواجب، وبرضه هنيجي عند المندوب هيبقى له سبب وشرط ومانع، وهنيجي عند الحرام في سبب وشرط ومانع، وهنيجي عند المكروه كذلك، وعند المباح كذلك. يعني الاحكام الوضعيه دي الثلاثه دول السبب والشرط والمانع لكل واحد من الخمسه، اللي هي الاحكام التكليفيه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا كان في أي شيء غير مفهوم اسأل، فإن لم تسأل فأنا بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يلا. وضع سببا وشرطا ومانعا للمندوب كالنافلة، فالسبب لها دخول وقتها. الآن جاب لك دلوقتي خلاص انتهى من مثال من مثال الواجب، يعني الواجب ليه سبب خلاص كده، وله شرط وله مانع. كذلك وضع أو وضع، يا وضع يبقى الشارع، سببا وشرطا ومانعا للمندوب كما فعل ذلك في الواجب. تعالى المندوب زي النافلة، النوافل مندوبات، خلاص كده، النوافل مندوبات، والنوافل جمع نافلة. مرة بسأل واحد برضو من جاهل ليس من أهل العلم، بيقول لي النوافل مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن تبقى فرائض. فين؟ قال لي مش في سورة الأنفال. قلت شوفوا الغباء، دخل الأنفال في النوافل؟ يسألونك عن الأنفال، الأنفال هنا معناها الغنائم. أنفلنا أنفل، يعني الله تعالى أنفلهم يعني رزقهم بها، خلاص نافلة لك غير الايه ال يلا. اول ما شاف الانفال فكر يعني يسالونك عن الانفال، يعني عن ركعتين قبل الصبح وعن اربع. طب ماشي، طب قل الانفال للرسول بس مش لله، قل الانفال لله والرسول. فالسبب لها دخول وقتها وشرطها العقل. النافلة السبب لها دخول وقتها، ما تجيش الآن تقول نويت أصلي ركعتين سنة الفجر. ما فيش، لازم يكون دخل وقتها، يعني بعد أذان الفجر ما تقومش في نصف الليل تقول أنا حصلي ركعتين الضحى. ضحى أيها المجنون، في ضحى في نصف الليل؟ هيقول لك أصله الضحى والليل إذا سجى. يلا. النافلة لها سبب وهو دخول وقتها، يعني ما ينفعش تصلي النافلة قبل دخول وقتها.
ولها شرط زي الفرض أيضا، شرطها العقل. ومانعها وقت المنع. يعني إيه وقت المنع؟ مثلا في نوافل ممنوعة في أوقات معينة، تمام، بتختلف دي باختلاف المذاهب، يعني في 3 أوقات تمنع فيها الإيه النافلة، يعني وقت استواء الشمس وقبل غروب الشمس، يعني بعد الصبح ما فيش إيه نافلة حتى إيه ترتفع الشمس. وصلاة العيد بنصليها بعد إيه ارتفاع الإيه الشمس، وكذلك وقت غروبها. هنا إيه وقت المنع ده، خلاص، إلا إذا كان في سبب، يعني مثلا بعد صلاة العصر في نافلة بعد العصر ما فيش، إلا عند الشافعية يقول لك إذا كان في سبب. ولذلك مرة واحد من المشايخ أو من الأئمة دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس، ما لا يوجد نافلة بعد صلاة العصر. البعض استثنى تحية المسجد لأنه في سبب، لكن أنا بأدرس في المسجد وجالس في المسجد ولم أدخل، كيف يقال تحية المسجد؟ أنا صاحب المسجد. فبعض العلماء دخل المسجد بعد صلاة فوجده طفل، رآه طفل لا يعرف الأحكام، فقال له قم فصل ركعتين، اركع لله ركعتين لا تجلس. فقام وهو من الأئمة الكبار وصلى ركعتين في وقت منع النافلة، فقالوا أنت أستاذ وتعرف الحكم الفقهي كيف تصلي في وقت المنع؟ فقال هذا الطفل قال لي اركع فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. شوف الفهم كده، قال لي أنا بقول اركع، طيب قال لو ما ركعت شو بقى دخل الفقه. لا تكن متحجرا، لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عام. وشرطها العقل ومانعها وقت المنع والإغماء. يعني واحد مغمى عليه تقول له قوم صلي النافلة، ده الإغماء ده يمنع من الفريضة ويمنع من النافلة. وضع سببا وشرطا ومانعا للمحرم، يعني الحرام أيضا له سبب مش كده؟ كأكل الميتة، يعني مثلا الله تعالى حرم علينا أكل الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، إيه السبب؟ موتها، حتف أنفها، لأنها لو ذكيت لا تكون حراما، فالسبب في التحريم هو الموت. لكن لو لحقناها بالسكين وذبحناها وتدفق الدم يبقى هذا إيه حلال. في بعض الناس ليس عندهم دين في الأرياف، بعد ما تموت يذبح، لا يتدفق الدم، جشع وحب للدنيا، وهي ميتة، لأن إذا ذبحت بعد الموت فلا معنى للذبح، انتهى. فالسبب لها موتها حتف أنفها، والشرط عدم الضرورة، والمانع أي الشرط، يعني الشرط تحريم الميتة شوف مش على إطلاقه، في شرط، يعني مثلا عدم الضرورة، يعني معناها أنا مش مضطر، لكن لو كنت مضطرا لا يحرم علي أكل الميتة، لأن الله تعالى يقول إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى هنا يكون حلالا بس في حال الايه؟ ها؟ الضرورة. يبقى شرط التحريم عدم الضرورة. خلاص؟ يعني الذي يذبحها بعد موتها فهي ميتة، فما هو الضرورة في ذلك؟ واضح؟ طيب ايه المانع؟ اللي هو يمنع من التحريم وجود الضرورة. يبقى إذن عدم الضرورة شرط ووجودها مانع، فهمت كده؟ نحن عرفنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما المانع يلزم من وجوده العدم، يعني يلزم من وجود هذا المانع اللي هو الضرورة
يلزم منه عدم التحريم. مفهوم؟ وضع سببا وشرطا ومانعا للمكروه كصيد اللهو. عاوز يقول لك ايه في مثال للمكروه؟ صيد اللهو، يعني واحد بيصيد من اجل اللهو، لعب كده. يعني عم يتعلم كده. خلاص؟ هذا ايه؟ مكروه، لانه لو كان الصيد ده عشان الاكل او عشان يبقى ده ايه؟ مباح وليس مكروها. انما هو عاوز يتسلى، عاوز يلهو، عاوز يبين انه هو يقنص، ده اسمه لهو. زي قوله تعالى انما الحياه الدنيا لعب وايه؟ ولهو. واحد بيصطاد عشان ايه؟ يلهو ويلعب، عمليه لعب. يبقى هذا ايه؟ مكروه صيد الايه؟ اللهو. ايه السبب؟ اللهو، ما هو اسمه صيد اللهو. حرام قصدي لو قتل في غير حاجه يعود الطائر الى ربي فيكون كذلك. لا 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 لا، ما هو مباح اصلا، ما هو مكلفين ان يطلق الكلب يجرح او يقتل، بس بشرط الا لا لا، بس مكروه اذا كان للهو، اما اذا كان للحاجه فيكون مباحا. مش كده في الايه الكريمه؟ أحل لكم صيده البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ده نص. وحرم عليكم صيد البر، بس بقيد ما دمتم حرما. يبقى إذا في حال الإيه؟ في حال عدم الإحرام يبقى إيه؟ حلال. قال ما دمتم حرما، يعني في حالة الإحرام يكون الصيد في البر حراما. اما اذا كنا في مصر او في الشام هنحرم ليه؟ فين الكعبه؟ فالسبب له اللهو، والشرط عدم الضروره، والمنع وجود الضروره. يبقى السبب اللهو، والشرط عدم الضروره، لانه لو كان في ضروره مش هيبقى ايه؟ مكروه. أبو المانع وجود الضرورة. مفهوم؟ طيب بعدين بقي المباحة، وضع سببا وشرطا ومانعا للمباح. المباح مثلنا له بإيه؟ بالنكاح والبيع. أنا مثلا معايا جهاز تليفون عاوز أبيع، بس مثال عشان ما حدش يقول تعالى أشتري. فالبركه يبقى عاوز ياخده مجانا، لان التبرك ده لا دفع فيه، اذا دفعت ليس هناك بركه. يبقى هنا ايه؟ المباح لي سبب وشرط ومانع، او النكاح مباح مش كده؟ فالسبب ايه؟ السبب في انه مباح، إيه؟ الله جعل سبب اللي هو العقد. عارف العقد؟ كتب الكتاب يعني. كده أصبح إيه؟ ها؟ أصبح الزواج مباح. يبقى بيه العقد. طب والشرط خلو العقد عن المانع. يعني افترض مثلا أنت تقول النكاح مباح ولكن له سبب هو العقد، فأنا سأعقد على أختي، لا في مانع. أو على عمتي، في مانع، مانع شرعي. خلاص؟ وفي مانع شرعي مثلا كأن تكون المرأة التي تريد أن تعقد عليها في العدة، برضو ده مانع. أو متزوج رجل آخر، فلا يجوز أن تكون امرأة بين رجلين. كان الشيخ محي الدين ابن عربي يقول كده: العالم لا يصلح بين إلهين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمريد اللي هو اللي يأخذ الطريق لا يصلح بين شيخين، والمرأة لا تصلح بين رجلين. يلا. وضع سببا وشرطا ومنع المباح كالنكاح، السبب له العقد والشرط خلو العقد عن المانع. يعني اذا في مانع شرعي وفي موانع اخرى غير شرعيه، المهم يكون ما فيش مانع. والمنع وقوع النكاح في العدة مثلا. يعني وقوع النكاح في العدة مثلا ممنوع، لأنها ما زالت على إيه؟ ذمة الرجل الآخر. وهي أي الأمارة اللي السبب والشرط والمانع.
يعني إذن الأمارة ثلاث أشياء، سبب وشرط ومانع، خلاص. وفي البعض خلاهم خمسة، يعني حط على الثلاثة اثنين اللي هو إيه، الصحيح والفاسد. طبعا الفاسد والباطل فرق الحنفية بين فاسد وبين باطل، والجمهور خلهم إيه، الفاسد والباطل واحد. ووجه الحصر في الثلاثة، يعني الثلاثة اللي إيه، سبب شرط مانع، أن ما يجعله الشرع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة أن يجعل كل واحد من وجوده، شوف كده، من وجوده وعدمه أمارة ودليلا. يعني يبقى وجوده دليل وعدمه دليل. طيب كيف الوجود دليل والعدم؟ الوجود دليل على وجود الحكم، والعدم دليل على عدم وجود الحكم. أو يجعل عدمه فقط. إيه لماذا قال وجود وعدمه ده؟ عشان يقول لك إيه، السبب. السبب ما يلزم من وجوده ويلزم من عدمه. إنما في إيه، الدليل في عدمه فقط اللي هو إيه، الشر. وفيه الدليل في وجوده فقط اللي هو المانع. إنما اللي هو من الناحيتين اللي هو السبب، فالسبب أقوى الثلاثة، لأنه يؤثر بالطرفين، يعني يؤثر في وجوده وفي عدمه. إنما الشرط يؤثر به بعدمه فقط، والمانع يؤثر بوجوده فقط. افهم الثلاثة جيدا حتى تكون من الأزهريين السابقين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا. أما الأزهريين الحاليين دول ففيهم قولان. يبقى إذن السبب بيؤثر بإيه؟ في الحالتين، بوجوده وبعدمه. أما الشرط يؤثر بإيه؟ بالعدم. والمانع يؤثر بإيه؟ بالوجود. ووجه الحصر في الثلاثة أن ما يجعله الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة أن يجعل كل واحد من وجوده وعدم أمارة ودليلا، أو يجعل عدمه فقط أو وجوده فقط. فالأول السبب اللي هو إيه، وجوده وعدمه، والثاني اللي هو عدمه فقط، والثالث اللي هو المانع. خلاص مفهوم؟ فالسبب فإن قلت لما قدم السبب على الشرط والمانع، يعني لي قال السبب وبعدين قال الشرط وبعدين قال المانع، يعني ما سر هذا الترتيب؟ عارف لو هو كده من الناس المعاصرين، مرة يقول السبب الأول ومرة، يعني مش ما تفرقش، ما فيش نظام، ما فيش عقلية، ما فيش منهجية. يعني لو واحد من الكتاب المعاصرين يقول لك ايه، السبب والشرط والواو لا تقتضي الترتيب وانما هي المطلق، يتفلسفوا. المشكله عندنا احنا في الفلسفه المعاصره، ما حدش يحترم نفسه، لازم يتفلسف، يتكلم كده وخلاص. شوف سر التقديم، بيقول لك انما قدم السبب لقوته لانه يؤثر بطرفيه، اعني وجوده وعدمه، وكان اللي هم الشرط والمانع بخلافه لأنهما يؤثران بطرف واحد. صحيح أن الطرف هنا غير الطرف هنا، لكن طرف واحد، بخلاف السبب يؤثر به بطرفيه. ألا ترى أن الصلاة إذا يعني عاوز يجيب لك مثال جميل كده، يقول لك كيف، كأن واحد فينا سأل سؤال، قال كيف يؤثر السبب؟ احنا قلنا السبب يؤثر به من ناحيتين، من ناحية الوجود ومن ناحية، يعني هو مؤثر حتى في حالة عدمه. طيب كيف هذا؟ قال لك شوف، ألا ترى، يعني لما يدخل وقت الصلاة هنا حصل تأثير وجود السبب، وهو ايه، ان وجبت الصلاة فأثر. طيب كيف يحدث التأثير بعدمه؟ قال لك ألا ترى أن الصلاة إذا أحرم بها قبل الوقت ولو بلحظة لم تجز. يبقى هنا أثر ولا ما أثرش؟ بس أثر في الضد، لو عدم الايه، الجواز.
يعني مثلا يجي واحد قبل الصلاه قبل الظهر بخمس دقائق يقول لك انا مستعجل الله اكبر باطل. ده ايه فرق انت كلها خمس دقائق؟ ممكن يعني اقدم الساعه واذن، يعني حرام ما ينفعش. ده لازم يعني لو اذن المؤذن قبل الوقت ولو بلحظه لا يجوز. اذا احرم ما دامت احرمت قبل الوقت، انما افرض مثلا انا احرمت عند خلاص مش مشكله، انما المهم ايه لو احرم، يعني احرم يعني كبر تكبيره الايه؟ الاحرام قبل الوقت ولو بلحظه فالصلاه باطله لانه السبب غير موجود. اذا كان بعض الاولياء الصالحين يركب، كان زمان ما فيش ساعات كده وبالدقيقه وكذا، يروح ايه ياذن الفجر الله اكبر، رجل كم من الاولياء يقول له ايه صدقت وبررت، يعني يصدق يقول الله اكبر هذا صدق. فمره هو رجل ضرير البصر اشتبه عليه الامر فاذن قبل الوقت، فاول ما سمع هذا الولي الاذان الله اكبر قال صدقت وكذبت. صدق في القول وكذب لأن الوقت لم يحن. الإمام الشاطبي كان عنده إيه نور، الإمام الشاطبي صاحب القراءات السبع كان عنده بصيرة، كان من عادته أن يجلس للإقراء بعد صلاة الفجر مباشرة يقرئ الناس، مش ينتظر الساعة 9، فيش حاجة اسمها 9 أو 10، النظام الأوروبي ده اللي احنا بعد صلاة الصبح، ده أبرك أحسن الأوقات بركة، ذاكر فيه وجرب، لكن الشيطان يجعل النوم فيه حلاوة ليه؟ حتى يذهب عنك البركة والفرصة، فتذاكر الليل كله فلا تفهم شيئا، إنما جرب في هذا الوقت يفتح عليك الإيه الفهوم والمعارف والأنوار. فالإمام الشاطبي يقرئ الناس، وكان من شدة حرص الطلبة يحاولوا إيه يقتربوا جدا حتى يلتصقوا به كده في الجلوس، وهو من عادته إذا بدأ الدرس يقول إيه من جاء أولا فليقرأ، ورجل ضرير. والإمام الشاطبي مش ضرير بس، ده ولد من غير عيون كده، يعني جاب كده مستوية كده ما فيش، لكن كان من أولياء الله الصالحين، وكان يسمع الأذان من العرش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أعجوبة في الذكاء، وكان عنده نور. كل يوم يقرأ الناس سنين من جاء أولا فليقرأ. في أحد الطلاب مع شدة حرصه عشان لا يسبقه أحد كان ينام في المسجد، كان بيته بعيد، لو جاء مثلا ممكن يتأخر فيسبقه غيره لأجل أن لا يسبقه أحد، ده هو موجود في المسجد من العشاء، فإذا ادعى أحد أنه جاء قبله فهو كاذب، متى جاء؟ هذا رجل نايم في المسجد. فالنوم طبعا مرفوع القلم عن إيه؟ عن النائم. وكان الوقت شديد البرد فأصابته جنابة احتلم، ولكن لانشغاله بالإيه؟ بالعلم وحرصه ومواظبته لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أوعى تقرأ العلم في أسبوع زي السلفية أو في شهر يصير من علماء المسلمين، شهر إيه؟ لقيتهم عاملين في رحت الإمارات لقيتهم عاملين كذا إيه منشور على أبواب الكلية تحفظ القرآن في شهرين. قلت يا أخي الصحابة لم يستطيعوا أن يحفظوا في شهر، في شهرين يحفظ القرآن ويأخذ إجازة وهو من الكاذبين لا يحفظ شيء، فكيف هذا؟ لازم يكون في فترة طويلة. شوف عندنا في الأزهر الإعدادية وقبلها ستة الابتدائية والثانوية وبعد كده الكلية وبعد كده الدراسات العليا وبعد كده الماجستير وبعد كده الدكتوراه وبعد كده أبحاث الترقية وبعد كده الأستاذية وبعد لحد ما يموت وهو لسه إيه بياخد درجات علمية وفوق كل ذي علم عليم. فهؤلاء يتعلمون في يحفظون القرآن في شهرين،
ويقرؤون العلم في أسبوعين، هل هذا يعقل؟ فين الخبرة وفين التجربة؟ مش موجود. فالإمام الشاطبي جاء في اليوم اللي هو هذا الفتى أو هذا الطالب أصابته جنابة ولكنه نسي، فالشيخ جلس وأول مرة في حياته قال من جاء ثانيا فليقرأ. إذا لم تحصل أبدا. فالأول أخذ يعني حزن وكاد يقتله الحزن والبكاء، لماذا حرمني الشيخ من نعمة القراءة؟ وأخذ يفكر حتى تذكر أنه على جنابه فاستحيا وخرج مسرعا وجاء إلى حمام أو مكان واغتسل فيه بسرعة وعاد إلى المجلس، وكان الثاني لم يفرغ من القراءة بعد. فلما فرغ من القراءة قال الشيخ من جاء أولا فليقرأ. شوف النور، هذه أنوار العلم التي طمسها السلفية المعاصرون في وجوه الناس. فالجواب إنما قدم السبب لقوته لأنه يؤثر بطرفيه أعني وجوده وعدمه وكان بخلافه. ألا ترى أن الصلاة إذا أحرم بها قبل الوقت ولو بلحظة لم تجز بتخلف السبب؟ لأنه لا يوجد السبب، فهنا أثر عدم السبب فأصبحت لا يجوز، يعني يحرم، يؤثر في ايه؟ بطرف عدمه، كما انه يؤثر اذا وجد، يعني اذا وجد السبب فهو مؤثر واذا لم يوجد فهو مؤثر، فهو يؤثر بطرفيه بخلاف الشرط. ليه؟ اديك مثلا، نجي الزكاة، الزكاة مثلا، تمام كده، ما شرطها؟ ايه الشرط؟ هل كل واحد يعني عنده مال بلغ النصاب تجب عليه الزكاة؟ ولا اي واحد مثلا مليونير تقول له ايه فين زكاة المال؟ يقول لك يا بني ادم مش لازم، مش في شرط، وهو ايه؟ ان يحول على المال حول، مش كده؟ لكن الحول ده شرط، يعني معناها لا تجب الزكاة الا اذا ايه أكمل المال إيه سنة حول. لكن أفرض قدمت على الحول بيسير تجزئ، لأن حولان الحول ليس سببا وإنما هو شرط، فأثر بإيه؟ بطرف واحد اللي هو إيه عدمه، لكن لا يؤثر بإيه بوجوده. خلاص كده، يبقى الزكاة إذا تقدمت على الحول بيسير تجزي. وذلك بعض الفقهاء قال يجوز تقديمها شهرين كمان، شهرين بس، أكثر من كده لا، بس يكون في إيه في حاجة فقراء، يعني مثلا في يعني باقي شهرين على إيه على وجوب الزكاة، يعني مثلا أنا زكاتي في شهر الآن شهر ربيع الأول، الثاني أنا زكاتي في شهر إيه جمادة، فوجدت مثلا في إنسان فقير حيعمل عملية جراحية أو محتاج إلى سفر، فيجوز أن أدفع له الآن وأخصم من الزكاة، أقدمها ولو بشهر بس، مدة يسيرة، لكن لا يجوز تقديمها مثلا 6 أشهر. يبقى إذن السبب أقوى لأنه يؤثر بالطرفين، أما الشرط يؤثر به طرف واحد. فإن الزكاة إذا تقدمت على الحول بيسير تجزئ، لأنه أخف اللي هو إيه الشر، إذ لا يؤثر إلا بطرف واحد. والحاصل أن اعتبار السبب وملاحظته أشد، يعني اعتبار السبب في كونه أمارة أو حكم وضعي أشد من إيه من الشرط والمانع، لأنه يؤثر بالطرفين. تنبيه إطلاق خطاب الوضع على السبب والشرط والمانع بطريق التجوز والمسامحة، وإن
وإنما هي متعلقات خطاب الوضع الذي هو الخطاب النفسي كما يعلم من كلام المحقق المحلي وغيره، فلا تغفل. إيه معنى الفائدة دي أو معنى هذا التنبيه؟ بيقول لك احنا بنقول على ايه السبب والشرط والمانع بنسميه خطاب وضع، اليس كذلك؟ ده عبارة عن ايه، شيء من التجوز والمسامحة، يعني ليس على الحقيقة. ليه؟ لأن الحقيقة ليست هي خطاب الوضع، انما هي متعلقات خطاب الوضع، لانه خطاب الوضع هو الخطاب النفسي اللي هو ايه كلام الله تعالى الازلي كما يعلم من كلام المحقق المحلي وغيره، يعني غيره من المحققين. فلا تغفل، يعني لا تغفل عن هذا التنبيه. فان قلت ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ يجي واحد يقول لك، طب انا اسالك مثلا سؤال، ما هي الاحكام التكليفيه كام؟ خمسه. طيب والاحكام الوضعيه؟ ثلاثة أو خمسة، ثانية يبقوا عشرة، مش كده؟ إذا قلنا الصحيح والفاسد تبقى إيه خمسة. يبقى لو قلت لك ما هي الأحكام الشرعية ما تقولش خمسة، عشرة أو ثمانية. إنما الأحكام اللي فيها تكليف خمسة، والأحكام التي ليس فيها تكليف ثلاثة. وسواء كان الحكم تكليفي أو وضعي فهو خطاب شرعي، لأنه إيه داخل في تعريف الخطاب الشرعي. فعندما أسأل الطلبة أقول لهم الأحكام الشرعية يظن أن المراد بها الأحكام التكليفية، فالحكم الوضعي أيضا هو حكم شرعي. خلاص فهمنا؟ طيب، فالجواب كما قال، يعني سؤال هنا، إيه الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ يريد أن يقول لك إن كل منهما حكم شرعي، فلماذا فرق بينهما بأن سمى واحدا؟ فالجواب كما قاله الإمام السيوطي، يعني سمى واحد خطاب وضع والثاني خطاب تكليف، إيه الفرق؟ والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. ده الفرق الدقيق. بيقول لك الحكم الوضع ده عبارة عن إيه؟ قضاء الشرع، قضاء يعني حكم، زي قوله تعالى وقضى. القضاء يما يكون بمعنى الحكم، وقضى ربك يعني حكم، والقضاء ممكن يكون بمعنى الأمر كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، مش كده؟ ولا على إلى، إنما قضى ربك ألا تعبده. لما يقول قضى على يبقى حكم، قضى إلى يبقى أمر. وقضينا إلى بني إسرائيل، كمل كده ايه في الكتاب، لا تفسد، يبقى كيف نقول هنا ايه لا تفسدن في الأرض، خلاص كده مرتين. يبقى القضاء هنا لما يتعلق بإلى غير لما يكون على ايه على. يبقى السؤال هنا، الحكم بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف، يعني كان ربنا بيقضي على هذا انه ده سبب يحكم، يعني او ده شرط او ده مانع. اما خطاب التكليف طلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع. يبقى كأن هذه الثلاثة عبارة عن وصف لإيه؟ للأحكام التكليفية. فهمت الفرق؟ ثم أخذ في تعريف هذه الثلاثة، هنعرف الثلاثة فقط وننتهي من الدرس. ثم أخذ في تعريف هذه الثلاثة كل واحد بانفراده، وبدأ بالسبب. فمثلا لما يجي نعرف السبب نعرفه لغة ونعرفه إيه اصطلاحا. فالسبب لغة الحبل، قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، طالما حيمدد بسبب يعني إيه بحبل، خلاص كده، ومش حبل يعني حبل خيط، وإلا كيف يمدد بالحبل إلى السماء، يعني هنا إيه ما يوصل، يعني فهنا في معنى إيه مجازي. واصطلاحا
واصطلاحا ما كالجنس شامل يعني للسلاسة. اقرأ تعريف الأول المتن. السبب شوف كده السبب, احفظ الاصطلاحات دي. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته, خلاص كده ده تعريف السبب. ده والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سيب الأمثلة. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. حفظنا كده ولا ما حفظناش؟ مين يقولها بس دون النظر في الكتاب بسرعة, بس لو توقف لحظة واحدة. قول عاوز تقولها ولا تخطئ. تغمض عينك او تغمض عينيك. شوف كده انا هفتح طبعا لو غمضت. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. خلاص سهلة. من تحافظ سورة قل يا أيها الكافرون موزيك. يلا. واصطلاحا ما كالجنس شامل للثلاثة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى حتى تعلموا. لما نزلت الآية لا تقربوا الصلاة, إيه السبب؟ واحد من الصحابة كان لسه ما نزلش التحريم فقام يصلي بالناس, فبعد الفاتحة قرأ إيه؟ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. لا يعلم, سكران. فنزل حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك هنا يؤخذ منها أنه طلاق السكران لا يقع, هو مش عارف سكران طالق. ومرة يقول لها لا مش طالق, ده أبوك اللي طالق. ده واصطلاحا ما كالجنس شامل للثلاثة. والدليل يلزم من وجوده أي السبب الوجود أي وجود المسبب. يعني شوف كده لا المسبب كيف حرام المسبب كده أيوة كده. يبقى اصطلاحا ما اللي هي ما في المتن فوق, يا ما ذاك الجنس شامل للثلاثة يعني للثلاثة اللي هي السبب والشرط والمانع. والدليل يعني شوف كده يلزم من وجوده أي السبب الوجود أي وجود المسبب. صلحها يعني اعمل تصليح عشان هنا حط الكسرة الفرد حطها فوق. مسبب الله. نعم الله يفتح عليك. يعني السبب يلزم من وجوده المسبب. في ايه مسبب وفي مسبب وفي سبب مش كده. فيلزم من وجود السبب مش المسبب ده هو اللي اوجد. فكيف يلزم؟ فصل اول يخرج به الشرط والمانع ويلزم من عدمه اي السبب العدم اي عدم المسبب. صلح. فصل ثاني يخرج به الدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إيه الفرق بين السبب والدليل؟ دي حاجة تانية غير السبب والشرط والمانع. إيه الفرق بين السبب والدليل؟ شوف كده الدليل يلزم طرده, خلاص كده, ولا يلزم عكسه. أما السبب فإنه يلزم طرده ويلزم عكسه. دي فائدة مهمة دي. الفرق بين السبب وإيه؟ السبب يلزم طرده وعكسه, إنما الدليل مضطرد غير إيه؟ أبي أنت مش عارف إيه الاضطراد وإيه الانعكاس فأحيلك إلى علم المنطق. فهمت؟ ما هو من غير منطق مش هتفهم الكلام ده. مفهوم؟ فلا بد من المنطق. انتوا بتاخدوا منطق ولا ما بتاخدوش؟ لسه؟ لسه. ماشي. طب خلينا هنا في الدليل. يبقى الدليل يلزم ايه؟ ها؟
الدليل يلزم طرده بس لا يلزم عكسه، إنما السبب يلزم طرده ويلزم عكسه. إيه معنى مضطرد ومنعكس؟ الاضطراد هو التلازم في الثبوت، والانعكاس هو التلازم في النفي. فالسبب يلزم طرده ويلزم عكسه، ما هو مؤثر بطرفيه. أما الدليل مضطرد وغير إيه منعكس. مثال مثلا أحكي لك حكاية تفهم منها الدليل والسبب. يعني الإمام فخر الدين الرازي بيقول إيه، قال قصة ظريفة وذكرها الشيخ السنوسي في شرح السنوسية الكبرى، وهذا الكتاب كتاب قيم ومفيد وعظيم الذي نشرحه في الجامع الأزهر الشريف في كل يوم أحد وأربعاء، ولكن هذا آخر أربعاء ثم نتوقف إلى بعد إجازة نصف العام إن شاء الله، يعني الأربعاء الغدا ثم نتوقف. والتوقف هذا فيه فائدة كبيرة، موجود من أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. الإمام الرازي بيقول إيه، بيقول ناظرت. ممكن هنقف عند القصة دي ونرجع تاني لتعريف السبب، خلينا واقفين على السبب بس نختم بالقصة دي كفاية عشان يعني أرى أنه أصابكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة، بس عاوزين ينزل عليكم ماء من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إمام الرازي بيقول قابل واحد من علماء النصارى فأراد أن يدخل معه في حوار عقلي، قال فوجدته في غاية البعد عن المعقول، يعني هو فقط مسكين يحفظ الإنجيل صم كده، لكن لا يفهم لا يعقل. نعمة الفهم أفضل بكثير من نعمة الحفظ. الحفظ نعمة أيضا، ولكن ما هو الأولى وما هو المقدم؟ الفهم. ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان، شوف كده كلمة فهمناها. ففي بعض الناس يحفظ متون كثيرة جدا، ويحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ الكتب الستة والكتب السبعة، ولكنه لا يفهم. هذا ليس من ورائه كبير فائدة، يعني هو بدل ما أحفظ البخاري، أنا لو جبت كاسيت أو سي دي خلاص أصبحت أحفظ البخاري بس في هذا السي دي وليس في قلبي. فما زاد إلا أنه أصبح كأنه نسخة زيادة الحافظ فقط، لكن لو جمع بين الحفظ والفهم لكانت هذه نعمة عظيمة وكبيرة جدا. نعمة الحفظ والفهم، والفهم هو أحسن بكثير من الحفظ. فالإمام الرازي وجد هذا القسيس أو هذا العالم من علماء النصارى يحفظ لكن لا يفهم. ودي أخذ بالك، احنا لا نريد أن نقع في حق العلماء، ولكن هذه شهادة الشيخ سيدي أحمد زروق في حق ابن تيمية، قال كلمة مهمة جدا، قال في ابن تيمية هو عالم، لم ينكر أنه عالم، ولكن قال علمه أكبر من عقله، يعني يريد أن يقول لك حفظه أكبر من فهمه. يحفظ كأنه مسند الإمام أحمد أمام عيني، ولكن في الفهم. قال الشيخ زروق عن ابن تيمية بيقول علمه أكبر من عقله. والشيخ عبد الحي اللكنوي في الجرح والتعديل الرفع والتكميل بيقول الشيخ أبو غدة في التعليق بيقول ابن تيمية عالم كذا إلى آخره. فليقر الإنسان منا بفضله ولينتبه إلى خطئه، يعني أحيانا يغتر أو يعني
بحفظه الكثير جدا، زي ما الناس مثلا إذا رأوا واحد يحفظ متون ويحفظ القرآن ويحفظ الأسانيد يصفونه بالعلم. ليه؟ لأنه حافظ، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الحفظ والفهم. فالإمام الرازي حكى هذه القصة ونقلها الإمام السنوسي فقال: أردت مناظرة هذا الرجل فوجدته في غاية من البعد عن المعقول، يعني منقول ما فيش معقول. قال: فعلمته قاعدة لأقيم المناظرة أو الحوار عليها. شوف هو بيتفضل عليه، هو بيعلمه، يعني بيعلم القسيس عشان القسيس يناظره أو يحاوره. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. يعني أنا اللي علمته فراح ما هو كده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمهم وجده بعيد عن الفهم. قال: فعلمته قاعدة لأناظره. ما هي القاعدة؟ أدنى كلها عشان أوريك أن الدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه، بخلاف السبب يلزم طرده ويلزم عكسه. فقال له يلزم، اهدي القاعدة، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. لأنه لو كان يلزم من عدم عدم كده الدليل مضطرد ومنعكس زي السبب. الدليل يلزم من وجوده، من وجود الدليل وجود المدلول، لكن المفروض كده يلزم من عدمه عدم، لا هو مضطرد ولكن غير غير منعكس. يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قال: علمته هذه القاعدة فحفظها ولم يفهمها. فقال، يعني جاء له بالمثال عشان دائما الأمثلة دي يعني تقرب الفهم. أحيانا الإنسان يجيب المثال عشان فيقع في مصيبة أخرى. إيه المصيبة الأخرى؟ يقف الطالب عند المثال وينسى القاعدة. فإذا سألت عن تعريف الدليل روح يذكر لك المثال، وحفظ المثال التقطه لكن نسي القاعدة، وده مصيبة. إنه هو وزيك بيقوله: ليس الوقوف عند المثال من دأب الرجال. ما تقفش عند المثال، ده يبقى ده مش من شيمة الرجال. أنت خليك مع القاعدة، فالقاعدة تطوع لك الأمثلة. إنما إذا وقفت عند المثال يبقى مسكين، إذا خرجت عنه تضطرب. زي مثلا كل مرة في النحو: ضرب زيد عمرا. فلو غيرناها مثلا: ضرب علي محمودا، ما تعرفش مين الفاعل، لأنك أنت دائما عندك واقف عند المثال، وليس الوقوف عند المثال من دأب الرجال. فالمثال ده عشان يقرب الفهم، تروح أنت تسيب القاعدة وتمسك في المثال، ده هو الغباء ده. فجاء له بالمثال. إيه المثال؟ يلزم، خد بالك، يلزم من وجود الدليل وجود تعال، ما هو الدليل على وجود مولانا العالم؟ يعني العالم ده دليل على وجود الله. طب ليه؟ لأنه لولا الله تعالى لا يوجد العالم. كيف هو؟ هل يوجد من نفسه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فصار العالم دليل على، بمعنى يلزم من وجود العالم وجود الله. لكن لو ما فيش عالم، لو انعدم العالم اللي هو الدليل، هل ينعدم المدلول؟ لا، يعني لا يلزم من عدم العالم عدم وجود الله. ليه؟ لأن الله كان موجودا قبل العالم، كان الله موجودا ولا دليل ولا مدلول، ولا دليل ولا دال ولا. يبقى إذن وجود العالم يلزم دليل، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. أما عدم الدليل، يعني في أشياء كثيرة جدا بعض الناس
يعني في شيء حق، يعني زي إنسان صاحب حق في المحكمة لكن ما عندوش دليل يثبت، فهل يلزم من عدم الدليل أن الرجل ليس له حق؟ لا، كل ما في الأمر أن الورقة اللي معاه اللي هي المستند ضاعت، فهل عدم وجود الورقة ينفي حقه؟ لا، هو أتظن أنه ما فيش دليل يعني خلاص ما لهش حق؟ لا، ليه حق هياخده في الآخر، بس في الدنيا اشترطوا عشان أداء الحقوق لازم يكون في دليل. ما عندكش دليل أنت حر، مين اللي قال لك ما تخش ورقة أو مستند؟ والله تعالى يقول إذا تداينتم بدليل فاكتبوه، عشان ده دليل، فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول. ما فيش دليل خلاص روح. ها، يبقى إذن يلزم من وجود العالم وجود الله، لكن لا يلزم من عدمه عدم وجود الله، إذ كان الله موجودا في الأزل ولا عالم. فلما شرح له فهمها، يا ربنا أنعم على الرجل النصراني بنعمة الفهم، فهم. قال له تعالى نطبق القاعدة دي، خلينا إيه حنتناقش على أساسها، يلزم من وجود الإيه الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم الإيه المدلول. طيب إيه الدليل على وجود الله وجود العالم؟ فيلزم من وجوده وجود الله، ولا هنا مضطرد ولكنه غير إيه، لأنه لو كان منعكسا للزم من عدمه عدم وجود الله، فهمت كده؟ بخلاف السبب. فلما فهمها قال له الإمام الرازي، تعال كده نتحاور بالعقل والمنطق، ما هو الدليل على ألوهية المسيح؟ أنتم بتدعوا أن المسيح هو الله، ما هو الدليل؟ قال له المسيح بنص القرآن يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويعلم الغيب وأنبئكم ويخلق إني أخلق لكم من الطين. وهل الإله إلا هذا؟ الإله يخلق ويحيي ويميت ويعلم الغيب وأنبئكم، كده يبقى هو الله. يعني إذن الدليل على وجود ألوهية المسيح هو خوارق العادات، واضح؟ فقال له، احنا قلنا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. طيب الأنبياء المذكورين في العهد القديم والعهد كانت لهم خوارق عادات زي المسيح، إحياء الموتى كان سيدنا إبراهيم برضو ربنا أجرى على ذلك، فيلزم من كون إبراهيم يحيي الموتى، يلزم من وجود الدليل أن يكون إبراهيم إلها، وموسى ضرب البحر فانفلق فكان يلزم أن يكون موسى إلها، وكل الأنبياء لهم خوارق عادات فيلزم أن يكونوا آلهة. قال لا، أنتوا حصرتوا الألوهية في المسيح، ده تحكم من غير إيه؟ من غير داعي. إحنا القاعدة هي ده دليل وده نفس الدليل، فإذا وجد عندك تكون أنت إله، وإذا وجد عندي أكون أنا ليس إله، هذا هو التحكم الفارغ، نفس الدليل. فلما أنكر قال قلبت عليه الجزء الثاني اللي هو إيه؟ الجزء الأول يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، الجزء الثاني لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. فقال له ألا يمكن، الإمام الرازي يقول له ألا يمكن أن أكون أنا وأنت والخنافس والعقارب والكلاب والخنازير، ألا يمكن أن نكون آلهة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لي ليس هناك دليل. قال لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قال فولى مدبرا ولم يعقب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وميلاد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنه الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل
أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هناك سؤال نختم به، وإذا كان في أسئلة تاني فرصة عشان هتاخذوا إجازة طويلة، يعني معكم الساعة دلوقتي كام؟ باقي 10 دقائق، 9 تماما خلاص. يبقى في مانع من الأسئلة، ما هو لم يوجد المانع، وجوده لسه لم ماشي. هل عدم أو انتفاء، ما هو العدم هو الانتفاء، الشرط يكون مانعا؟ يعني مثلا في سؤال، إذا لم يوجد الشرط، احنا قلنا إيه؟ الشرط يؤثر به بطرف عدمه، لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. يعني مثلا زي إيه؟ حولان الحول شرط في وجوب الزكاة. فإذا لم يكن هناك حول يبقى كده مؤثر، يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، واضح؟ لكن افرض وجد ايه الشرط، لا يلزم من وجود الشرط اللي هو حولان الحول وجوب الزكاة، فقد يكون المال قد استغرقه الدين فيكون مانعا، وزي قلنا لذاته، وحيشرح هذا بالتفصيل ان شاء الله اذا رجعنا اليكم مرة اخرى. اما عدم الرجوع فسوف يكون مانعا من، فهنا السؤال هنا مهم وسؤال كويس، يعني يدل على رجحان عقل من كتبه أو من كتبته، والله أعلم. بس هذا الخط خط إيه؟ ذكوري وليس خط إيه؟ أنثوي. ليه؟ كيف عرفت؟ لأن الذكر لا يهتم بإيه؟ بزينة الإيه؟ الخط، أما الأنثى تنمق وتتزين كأنها تكتب لزوجها. عدم الشرط مش كده؟ يعني مثلا احنا فرقنا بين الثلاث، شرط وإيه؟ وسبب ومانع. ثم احيانا عدم الشرط ده يكون مانعا بس يمنع من ايه؟ يعني مثلا عدم حولان الحول معناه ايه؟ يعني عدم وجود الحول يبقى معناه ايه؟ عدم وجوب، لكن لما قلنا يجوز تقديم الزكاة بوقت يسير قبل الحول فهذا معناه ايه؟ الجواز، لكنه اثر في عدم الوجوب، يعني اصبحت ايه؟ الزكاه ليست واجبه لكن يجوز، خلاص. يبقى اذا ده ايه؟ سمي شرط. انما المانع غير الايه؟ غير الشرط. ثم انه ممكن يقال في المعنى اللغوي السبب برضو عدمه مؤثر ووجوده مؤثر، وكذلك الشرط عدمه، فيكون ايه؟ في حالة عدمه مانعا، ويكون المانع في حالة وجوده مانعا. فلما سمي هذا شرط وسمي هذا مانع وكلاهما يمنع؟ هذه ايه؟ تعبيرات او مصطلحات، يعني اصطلحوا كده، مش ده قرآن وسنة ونزل به سيدنا جبريل، لا، يعني ده اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. هم سموا اللي يؤثر بطرفه سموه سبب، وسموا اللي يؤثر بعدمه سموه شرط، واللي يؤثر بوجوده سموه ايه؟ مانع. ولا مشاحة في الاصطلاح، انما من الناحية اللغوية يجوز ان نسمي الثلاثة، يعني ممكن نقول حولان الحول نقوله سبب، ما نقول الشرط، خلاص.
لكنهم جعلوا هذه مصطلحات، فلا تلعب في المصطلحات. لأن العلم إيه؟ ذكر المصطلحات كما وضعها أهل العلم، إلا إذا يعني حبنا نغير المصطلحات ونعمل مصطلحات جديدة، عاوزين اجتهاد وعاوزين شغلانة كبيرة، ومش هنعرف، هيحدث عندنا لخبطة وسوء فهم. فخليك على المصطلحات الإيه؟ التي وضعها أهل العلم، وما فيش مشاحة في الاصطلاح، لا مش يعني لا منازعة، لأن هذه أمور اصطلاحية. يعني الاصطلاح، وزي بيقولوا تعريفه اصطلاحا، يعني إيه معنى اصطلاحا؟ يعني اصطلح أهل الفن، يعني اتفقوا يعني على وضع هذه التسمية، ده سبب وده شرط وده مانع. وكم ممكن يسموا الكل إيه؟ سبب أو الكل شرط أو الكل مانع. يعني مثلا تعالى في الصلاة، ما هو السبب؟ دخول الوقت. ما هو المانع؟ الحيض. ما هو الشرط؟ الطهارة. طب تعالى في الزكاة، إيه السبب؟ إنه المال يبلغ النصاب. إيه الشرط؟ أن يحول الإيه؟ إيه المانع؟ الدين. لفها زي ما انت عاوز، بس خليك ماشي مع المصطلحات عشان تستقيم علميا. ما تقولش اصلا انا مش عاجبني، مش عاجبك اضرب راسك في الحيط. وانت ايه اللي مزعلك؟ شرط، سبب، ايه مالك انت؟ ده مصطلحات. واضح كده؟ وانا دي مثلت لك، قلت لك مثلا عدم حولان الحول اثر في منع الوجوب، يعني هي غير واجبة ولو حتى بقي يوم واحد لا تجب عليه الزكاة إلا إذا حال الحول حولا كاملا. أما كونه يجوز، هذا معناه أنه أثر بطرف واحد ولم يؤثر بالطرفين، بخلاف الصلاة. خلاص كده، لا يجوز أن نحرم بها قبل الوقت لأنه ده سبب. واضح ولا مش واضح؟ أظن في هذا القدر كفاية. في أسئلة أخرى؟ حول الآية اللي حضرتك ذكرتها، بسبب اللي سميته من يقطع المعنى العام التوضيح السريع. أنا مش بشرح تفسير دلوقتي يا مولا. أرجع إلى الفخر الرازي. مين معاه أسئلة ثانية؟ كتاب عقيدة الطحاوية، هل هو كتاب معتمد عليه؟ نعم، الإمام الطحاوي من أئمة أهل السنة، وما موجود قريب من الإمام الشافعي، لعلكم قمتم به بزيارة الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، موجود قبل. زرتم الإمام أبو جعفر الطحاوي؟ قريب من الإمام الشافعي؟ قريب جدا، ممكن تمشي على رجليك إليه. وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن نحذر من الشرح ابن أبي العز وهو حنفي، ولكنه يميل إلى إيه؟ السلفية أو إلى الوهابية. فهناك شروح كثيرة للطحاوية غير ابن أبي العز. يبقى المشكلة فين؟ في الشراح، وليس في إيه؟ في متن الكتاب. خلاص، في شروح كثيرة للعقيدة الطحاوية. في أسئلة أخرى؟ بقي دقيقة واحدة وسيأتي المانع. لا توجد أسئلة أخرى. نعم، الناس يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام مجرد اصطلاحات ولا مشاحة بالاصطلاح. لا، هكذا يضحكون على الناس. علمناهم الرماية فلما اشتد ساعدهم رمونا. احنا اللي قلنا لهم موضوع المصطلحات هم لم يكن يعرفونها، فلما قلنا لهم مصطلحات ولما يحتجوا علينا بكلامنا لا يجوز، لا يجوز. يعني مثلا يعني كنت افكر في ان اكتب مثلا كتاب كده في التوحيد، بعيدا عن ايه؟ ذكر آراء هؤلاء أو الرد عليه، فأعتبر مثلا أن الله تعالى لم يخلق ابن تيمية. خلاص، يبقى أنا لغيت المشكلة. يعني أفترض مثلا أنا استندت إلى الكتاب والسنة إلى السلف الصالح وإلى مثلا الأئمة الأربعة وإلى العلماء الذين كانوا قبل القرن السابع،
يكفي أو لا يكفي؟ ابن تيمية جاء متأخرا من علماء القرن السابع، إذن ليس هناك مشكلة من عدم خلقه ولا من خلقه، يبقى أصبح إيه؟ لا يلزم من وجوده الوجود، ولا المصطلح رابع، ولا من عدمه العدم، غير المصطلحات الثلاثة. يعني ألا يكفي الأئمة الكبار السابقين في توضيح معالم الدين والهداية للناس؟ يعني لماذا مثلا نغلق على أنفسنا؟ عندنا القرون الثلاثة الأولى في القرن الرابع والخامس والسادس، يكفي الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فما فيش داعي احنا نتكلم في مسألة تقسيم للتوحيد، لأنها غير معروفة قبل ابن تيمية، غير معروفة. ومن الناحية النظرية، لو كانت هي ناحية نظرية، ما احنا في المذهب الأشعري بنقول كده الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، أليست هذه قسمة ثلاثية للتوحيد؟ ما هو الذات والصفات والأفعال. فلماذا نلوم السلفية في تقسيمهم للتوحيد؟ لأننا جعلنا التلازم، وهم لم يجعلوا هناك تلازم. بمعنى عندنا كده في مذهبنا يلزم من أنه واحد في ذاته، أنه واحد في صفاته، وواحد أنيته، فهم في تلازم، يعني كأنهما شيء واحد. لكنهم يقولون مثلا يوجد توحيد الربوبية من غير الأهين، فك التلازم. فنحن نقول الرب هو الإله، هم يقولون لا، أنتم كمسلمين أو كعلماء أزهر شريف أو باكستان، أنتم توحدون الله تعالى كرب، لكن لا توحدونه كإله. فإذا ليس هناك تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بمعنى أنه يوجد أحدهما بدون الآخر، بخلاف مذهب مين؟ الأشاعرة. إذن فما الذي يترتب على هذا التقسيم السيء أو على هذا الفهم السيء؟ يترتب عليه شيء عجيب، أن نحكم على المشركين بالتوحيد وعلى الموحدين بالشرك. كيف هذا؟ يعني مثلا يقولون إن كفار مكة وحدوا في الربوبية بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، فيعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن يشركون معه في العبادة. يبقى الشرك وقع في إيه؟ في توحيد الألوهية. فيقولون على الكفار إنهم موحدون، والقرآن لم يطلق عليهم في آية واحدة أنهم أهل توحيد، ونحن كمسلمين يقولون أنتم مشركون. ليه؟ لأنكم تزورون القبور وتتوسلون، فلم يقع عندكم توحيد في الألوهية، فلا يدخل الإنسان عندهم في التوحيد إلا في توحيد إذا كان هناك توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية موجود عند الكفار. إذا ما الفرق بينكم وبينهم؟ إذا فهم جعلوا ترتب على ذلك أنهم جعلونا كمسلمين، جعلونا مشركين. ليه؟ لعدم وجود توحيد الألوهية، وجعلوا الكفار موحدين لوجود توحيد الربوبية. هذا هي الخطورة. فلو كان هناك تلازم كما يقول الأشاعرة لما أنكرنا عليهم ذلك، ثم نقول لهم أنتم أعلم أم الملائكة الكرام؟ الملائكة عندما يدفن أحدنا في قبره هناك سؤال القبر، سؤالنا ثم عذاب القبر واجب، نعيمه كبعث الحشر كما في الجوهرة. الملائكة عندما يدفن الميت يأتياه ملكان ويقولان له من ربك، فيكتفي الملائكة بتوحيد الربوبية، فلو كان غير كافٍ لقالوا له من إلهك؟ من ربك؟
إذن فالرب هو الإله. ولو قرأوا قل أعوذ برب الناس ما وقعوا في هذا الخطأ. قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، إذن فهناك تلازم. ولو كان لا يوجد التلازم لجاءت الواو. قل أعوذ برب الناس ملك الناس وإله الناس، إنما لا يوجد إيه الفرق. فإذا التقسيم من حيث هو نظري لا يضر، إنما من حيث ما يترتب عليه من الحكم على السواد الأعظم من الأمة بالشرك فهذا هو الخطر، هذا هو الخطر الداهم، أنهم يحكمون على معظم المسلمين بالشرك. هذا شيء غريب وشيء عجيب، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام التي يترتب لها الحكم على سواد الأمة بالشرك. وهذا مناف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أن هذه الأمة كما في الصحيح قال أهل الجنة 120 صفا، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة. يبقى الأمة الإسلامية ثلث أهل الجنة والثلث من جميع الأمم السابقة. فإذا كان الأمر كما يقولون يبقى إذن أهل الجنة لا يساوون 5%. النبي أخبر، نصدق كلام المصطفى أم نصدق كلامهم؟ كيف يكون أهل الجنة مشركون ما دامت هم 80 صفا من هذه الأمة؟ فسواد الأمة كله على خير. فهم خالفوا جميع السلف وجميع الخلف بهذا التقسيم السيء، بهذه البدعة المنكرة التي هي السبب الرئيس في تضليل وتكفير الأمة، وهي منبع التطرف والإرهاب والتفجير والتدمير إلى غير ذلك. خلاص يا شيخ خيري؟ في سؤال ما احنا شرحنا هذا، ما الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي من حيث ايه؟ من حيث ايه الكلمة؟ من حيث العرفية؟ العرفية انا مش فاهم ايه العرفية ده؟ احنا قلنا الخطاب التكليفي اللي هو فيه طلب، أما الخطاب الوضعي هو أمارة، نصب، عبارة عن نصب الشارع، أمارة أو دليل على حكم من تلك الأحكام الخمسة. فإذا كان هناك فيه طلب يبقى خطاب إيه؟ تكليفي. إذا كان في أمارة يبقى خطاب إيه؟ وضعي. خلاص هذا هو الفرق، لكن لم أفهم الكلمة الإيه؟ الأخيرة. بس في سؤال، واحد يقول لك أنت بتقول التكليف فيه طلب، طب المباح كيف جعل من التكليف وليس فيه طلب؟ من يجيب؟ ما أنا شرحت هذا قبل ذلك. يعني إذا ارتفع عندي الضغط أو جاءني شيء فيكون بسببكم، فأنتم تتكفلون بعلاجي. أيوة. يعني هي 5 فـ4 فيها طلب وواحد فمن باب التغليب. الحمد لله أنت كده خلت الضغط انضبط والسكر تعدل. يبقى هذا ايه؟ من باب التغليب. يعني مثلا هي 5 فيها 4 فيها طلب، 1 يبقى تغليب. خلاص من باب الايه؟ التغليب. دخل الايه؟ المباح، لان المباح لا طلب فيه اتفاقا، وانما هو عباره عن اذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لاحدهما على الاخر. ها؟ خلاص؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.